فوكس. فوكس. أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021. اليوم باش نحكيو على موضوع جديد يتعلق ببطاقات العلاج الصحي. باش نحكيو على بطاقة جديدة أعلن عنها الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي هي بطاقة لباس. اليوم باش نتعرفوا على كل ما يتعلق بالبطاقة هذه والتفاصيل المختلفة اللي تخص البطاقة بطاقة لباس. كونوا في المتابعة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعلن الاستعداد لبدء العمل ببطاقة لباس وإدخالها حيز الاستغلال. شنو هي هذه بطاقة لباس؟ بطاقة لباس هي بطاقة إلكترونية باش تعوض بطاقة العلاج المستعملة الكارنيه العادي اللي كنا نستعملوه في التداوي في المستشفيات العمومية. باش يكون فيها رمز سري البطاقة هذه تحدد هوية المضمون الاجتماعي ومختلف المعطيات اللي تتعلق به من اسمه لقب ورقم التسجيل. يمشي بالكارت هذه اللي شكلها كما شكل لكارت إلكترونيك ولا لكارت بنكير. يمشي بها للصيدلي، الطبيب الخاص، للمستشفيات العمومية، مراكز الصحة الأساسية، دون ما يتم تعمير أوراق إذا كان معناها عدة ولا يستحق باش يعمر أوراق تتعلق بالضمان الاجتماعي. من غير ما يعمر الأوراق هذوما يتم إدخال المعطيات الجديدة في كل مرة للكارت آليا، أوتوماتيكمون تتحط في سيستم وتتصب فيها المعطيات الجديدة والمعلومات الجديدة. كيفاش باش يتم توزيع البطاقات هذه؟ باش يتم بناء على اتفاق تم ابرامه ما بين الكنام والبريد التونسي، الشركه التونسيه للبريد. بمقتضى مراكز البريد باش توزع بطاقات لباس لمستحقيها، وعمليه التوزيع باش تشمل اكثر من 3,200,000 بطاقه في تونس. وفي القروان تم الى حد الان اعطاء 100,000 بطاقه لباس. لحد الان فما 100,000 بطاقه لباس باش تتوزع. فما آلة قارئ ثنائي الأبعاد هي اللي تقرأ الكود متاع الكارتة هذية من خلال أبليكاسيون تتصب في المستشفيات العمومية والخاصة وعند الأطباء والصيادلة الخواص في مرحلة أخرى، وتنجم أو تمكنهم من قراءة المعطيات الموجودة على الكارتة. الكارت تهم المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية. كما قلت عملية توزيع البطاقات هذه باش تتم عبر خدمات البريد السريع. باش يتعهد بها أعوان البريد ويقوموا بإيصال البطاقات إلى مستحقيها مقابل إمضاء وصل استلام حسب العناوين المتوفرة لدى مصالح الصندوق. ويمكن للمضمونين الاجتماعيين تسلم بطاقاتهم مباشرة لدى مراكز البريد بعد الاستظهار ببطاقة التعريف. ولمعرفة مركز البريد اللي موجودة فيه بطاقة لباس ينجم المضمون الاجتماعي يتوجه بإرسالية على الرقم 1017 ويحط رقم بطاقة التعريف متاعه وتخرج له المركز البريد اللي نجم يتسلم منها البطاقة هذه بطاقة لباس. ويمكن أيضا إذا صار خطأ وتسلم المضمون الاجتماعي كارتة ماهيش متاعه ينجم يحتفظ بها ويمشي للمركز متاع الكنام ويقوم باستبدالها أو يرفض معناها قبولها ويرجعها على الفور إذا كان وصلته عبر البريد السريع. وحسب ما أعلنوا الصندوق الوطني للتأمين على المرض فإنه باش يتم مع التقدم عملية توزيع بطاقات لباس الشروع بصفة تدريجية وعلى مراحل في استغلالها من قبل المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الصحية بالقطاع الخاص تبقى لإجراءات يتم توضيحها لاحقا. التجربة متاع بطاقات لباس انطلقت كانت في 6 مستشفيات في أوت الماضي بدأت حسب ما أعلنوا الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل أن يتم الشروع في تعميم التجربة على 54 مستشفى جامعي وجهوي. في الإطار هذا تم وضع التطبيقات الإعلامية اللي تم إعدادها للغرض على ذمة 30 مستشفى من بين المستشفيات المعنية بالمرحلة هذه، وتمدها بالآلات اللي تسمح بقراءة البطاقات وهي في حدود 300 قارئ ثنائي الأبعاد. في الختام باش نشيروا انه المرحله الاولى باش تكون تعميم منظومه لباس على المستشفيات المحليه ومراكز الصحه الاساسيه لتكتمل بذلك مرحله استغلال البطاقه على مستوى كافه هياكل الصحه العموميه. وفي مراحل اخرى باش يتم تعميم التجربه هذه اعتماد بطاقات لباس في المساحات الخاصه في الصيدليات وايضا لدى اصحاب العيادات الخاصه الاطباء اللي يشتغلوا للحساب الخاص.
احنا هكا وصلنا لنهايه فوكس لليوم اللي كان موضوعها بطاقه لاباس. ان شاء الله نكونوا قدمنا لكم المعلومه الجديده وتفاصيل اللي تتعلق بالبطاقه هذه. كالعاده كانت معكم سميه حمدي في الاعداد والتقديم، محمد ذيه فجريه في الاخراج. نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في موضوع جديد. باي باي. فوكس فوكس، اخبار ومعلومات صحيه كل يوم على الحياه افهم.